يلا تروحوا ترجعوا بالسلامة، الله معكم يا بنتي. عن جد لا تواخذينا هند خانم، نحن رح نتركك لوحدك ونروح، بس هاليوم كتير مهم بالنسبة لإلي. حبيبتي ما تفكري فيني أبدا، ما بدي غير تقضي وقت حلو مع جوزك وبس. بدر بيك لساته بالبيت؟ يا خانم اليوم ما طلع بنوم. شو بدي أعمل فيه لهالولد؟ رجع أهمل شغله مرة تانية، تركي يصطفل منه لحاله، بدي أفهم عشو متعلق فيها لجميلة. ليكي إذا بدك أنا بطلطل عليه. ما في داعي حبيبتي، اسمحي لي دقيقتين بس، أنا رح أشوفه وأرجع فورا. ماشي. لحظة يا خانو، بدر بيك في عنده ضيفة فوق. بالله؟ إيه نعم. شكرا لك. أهلا وسهلا. شفتي لحتى تصدقي إنه ما أنا متعلق بجميلة ونسيانه على الآخر. إشي طبيعي، هو شاب وحتى الختايرة عم يعملوا أكتر منه، بيوم واحد بينسوا كل شيء. خاطرك. مع السلامة. الله معكم يا بنتي. شو رأيك قلن يعملوا لك فنجان قهوة؟ بدك تنام؟ أصبح أنا رح روح على البيت حضر حالي وبعدين برجع لهون مشان نقضي كل الليل مع بعضنا وبلا ما نطلع لبرا. مو حابب كون بالبيت اليوم. معناتها منطلع، اللي بيريحك حبيبي. أنا حكيت هيك لأنه فكرتك حابب تبقى بالبيت. انت كتير فرحتني بدر، هي اجمل هدية بتجيني بحياتي، عن جد شكرا كتير لإلك. يلا بخاطرك.